السلام عليكم. في هذا التمرين إن شاء الله غادي نتعلموا كيفية حساب المسافة بين نقطتين باستعمال إحداثيتيهما. إذا التمرين يقول: نعتبر المستوى منسوبا إلى المعلم متعامد ممنظم و إس جي. لدينا إحداثيتي النقط أ و ب و سي. السؤال: أحسب أ ب و ب سي و أس. المسافة بين نقطتين. لحساب المسافة بين نقطتين نستعمل القاعدة التالية: AB تساوي الجذر مربع ديال X ب ناقص XA الكل أس 2 زائد Y ب ناقص YA الكل أس 2. أي أننا كنحسبو الإحداثيات ديال المتجهة AB اللي هما X ب ناقص XA Y ب ناقص YA، ثم كنديرو الجذر المربع، يعني A ب تساوي الجذر المربع ديال X ب ناقص XA زائد الكل أس 2 زائد Y ب ناقص YA الكل أس 2. إذا نبداو بحساب المسافة AB. إذا غادي نديرو التطبيق المباشر. إذا A ب تساوي الجذر المربع ديال إكس بي ناقص إكس أ الكل أس 2 زائد إكريك بي ناقص إكريك أ الكل أس 2. إذن غادي نديرو التعويض: إكس بي هي 1، إكس أ هي 3، إكريك بي ناقص 2 و إكريك أ هي 2، إذن ناقص 2 ناقص 2 الكل أس 2. إذن 1 ناقص 3 تساوي ناقص 2 الكل أس 2 زائد ناقص 2 ناقص 2 هي ناقص 4 الكل أس 2. كنعرفو أنه دائما ملي كيكون عندنا ناقص واحد العدد كل أس أن وهذا أين عدد زوجي، فراه دائما كيساوي لنا أ أس أن. مثلا ناقص أ أس 4 تساوي أ. إذن دائما ناقص 2 أس 2 راه غتساوي لنا 2 أس 2، هادي 4 أس أ أس 4. وبالتالي الجذر المربع ديال 2 أس 2 ناقص 4 أس 2 هي 4 أس 2، لأن الأس عدد زوجي. إذن 2 أس 2 هي 4، و 4 أس 2 هي 16. إذن 4 زائد 2 هي 20، أي جذر 20. وهنا يمكن لي نبسط الكتابة: 20 هي 4 في 5، أي 2 جذر 5، لأن الجذر ديال 4 في 5 هو الجذر ديال 4 في الجذر ديال 5، والجذر ديال 4 هو 2، أي 2 جذر 5. إذن A B تساوي 2 جذر 5. حساب B C. B C غادي دابا نستعمل المتجهة B C ومن بعد نحسبو المسافة. إذن بي سي المتجهة. إذن بي سي الإحداثية ديالها إكس سي ناقص إكس بي، أي ناقص 5 ناقص 1، إكريك سي ناقص إكريك بي، إذن 1 ناقص ناقص 2. هنا نديرو قاعدة الإشارة هي 1 زائد 2. إذن ناقص 5 ناقص 1 هي ناقص 6، 1 زائد 2 3. إذن بي سي الإحداثية ديالها هي ناقص 6 3. من بعد غادي نديرو المسافة بي سي. شنو كتساوي المسافة بي سي؟ هي الجذر ديال الأفصول ديال المتجهة بي سي مربع زائد الأرتوب ديال المتجهة بي سي مربع. إذن ناقص 6 أس 2 زائد 3 أس 2، إذن كتساوي لنا الجذر
ناقص 66 هي 36 و 69 تساوي 9. إذن BC تساوي الجذر ديال 45. الجذر ديال 45 هو الجذر ديال 9 في 5، أي الجذر ديال 9 في الجذر ديال 5، والجذر ديال 9 هو العدد 3، أي 3 جذر 5. حساب AC، إذن AC تساوي الجذر ديال XC اللي هي ناقص 5 ناقص XA اللي هي 3 زائد YC 1 ناقص YA اللي هي 2 الكل أس 2. إذا ناقص 5 ناقص 3 هي ناقص 8، 1 ناقص 2 هي ناقص 1. الله أكبر. إذا كنحسبو ناقص 8 أس 2 هي 64 زائد 1، ناقص 1 أس 2 هي 1، إذا تساوي الجذر ديال 65، وبالتالي AC تساوي الجذر 65.